وبهذه المناسبة الرائعة نحب أن نلتقي أيضا بالأستاذ حكمة المياحي طبعا اللي هو شرفنا بحضوره الكريم إلى هذه المباراة الختامية لكرة الطاولة. أهلا وسهلا بك أستاذ حكمة، نورت. طبعا وسهلا بكم يا مرحبا. زين لحضورك الكريم عندنا للقاعة الرياضية. شكرا لكم وبارك الله بكم على هذه التغطية الجميلة دوري اللي برعاية معالي وزير التربية الدكتور محمد إقبال الصيدلي، ونبارك للمديرية العامة لتربية الرصافة الثانية وهي تحقق الإنجازات تلو الإنجازات بجهود السيد المدير العام الأستاذ قاسم العقيلي، ونبارك لقسم النشاط الرياضي والكشفي على حصول على المرتبة الأولى على مديريات العراق كافة، ونتمنى إن شاء الله المزيد من النجاحات والتفوق للمديرية وإلى كافة ملاكاتها. أستاذ حكمة، انطباعك عن هذه المباراة كيف كان؟ يعني كيف رأيت أنه اهتمام بمجال الرياضة النفسية باعتبارك مدير أطراف شرق بغداد، فنحب تتحدث لنا عن اهتماماتكم المستقبلية للرياضة النسوية. صراحة يعني من الضروري الاهتمام بالنشاطات الرياضية، واحنا ساعين لتطويرها من خلال الاهتمام بكافة الفعاليات والمسابقات والدوري اللي يخص كرة القدم او كرة الطاولة، لذا نتمنى التوفيق ان شاء الله، ولدينا المزيد ان شاء الله من النشاطات. ان شاء الله، شكرا جزيلا لحضورك استاذ حكمة.